أهلا وسهلا بيكم في قناتي ونهار جديد ويوم سعيد عليكم ان شاء الله انا بتكلم من صوتي لان حقوق طبع النشر كان المحل في في مزيكا فما ان انا عشان حقوق طبع النشر انا النهارده في مطعم زي ما انتم شايفين انا عامل زي المفجوع باكل بفتره لان بقالي مده ما شاورما وقرن الفلفل ده بقى ايه اللي انا باكله دوت نار 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 قلت اجرب انا وواحد صاحبي ناكل شاورما وناكل كباب وناكل فلافل بصراحة انت شفته في في المقدمة فلافل ولحمة ورز وسلطة وشاورما وحمص وطحينة زي ما انتو شايفين أنا ملغوص الدنيا خالص وبقي بقى إيه, ايه متلغوص والدنيا بايظة معايا لأن ايه كنت جعان جدا دي أول حاجة تاني حاجة الواحد أما بيشتاق للأكل الشعبي بتاعنا آه طبعا الشاورما دي, دي من, من من أشهر المحلات في ميامي بيتش آه للشاورما والكباب والفلافل والكوبيبة والحلويات زي ما أنتوا شايفين الحمص ايه بقى حمص وتقيل عاملينه تقيل انا طبعا عجبني قوي اه الجرسونة بتقول لي ايه رأيك قلت لها حلوة قوي رحت مكمل اكل طبعا مش فاضل انا وقاعدة لغوص في الدنيا ولغوص في الحلل والدنيا بايظه معايا خالص زي ما أنتوا شايفين بقي بقى بوشي يعني الواحد مش عارف يعمل ايه يعني من السندوتش كبير والواحد بحاول ان انا اخد حته منه بس مش عارف طبعا بسبب ان انا ان زي ما أنت هتشوفوا بحاول بحاول بس تعالوا تعالوا كلوا معايا تعالوا كلوا معايا اكله مية مية والله يعني كان كان الواحد نفسه حبايبه يبقى حد معاه انا معاه واحد امريكاني اللي هو صاحبي دوت فيليكس فالواحد لما بيشتاق للعرب طبعا والمصريين بالاخص فتعالوا كلوا معايا طبعا انا مش مش فاضي انا قاعد اتفرج على الناس اللي رايحه وجايه ده احنا قاعدين يعني يعتبر في, في رصيف كده هو المحل فيه بره وجوه بس احنا قعدنا بره والعربيات فصاحبي كمان بيقول لي, بيقول لي ايه انت انت ما بتفصلش قلت له ما بفصلش ما بفصلش خالص بقول له كل انت بس مالكش دعوه بيا بس كده هو ف قلت له انا باكل هو انا باكل فقال لي انا انا باكل انا كمان هو طبعا قاعد يلغوص هو الاخر هو جاب بقى رز بقى وجاب لحمه وجاب سلطه والدنيا كانت ايه كانت بايظه خالص طبعا ايه انا باخد منه سلطه اهوت هنا احنا مع بعضينا نجيبه مثلا طلبات وناكلوها زي ما انتم شايفين الساندوتش قاعد ينقط ينقط طحينه وبق برضه ملغوص وحاجه فضايح يعني بصراحه يعني <applause> فضايح فضايح يعني اه حلو حلو الاكل حلو قوي فالواحد بي عشان مشتاق للاكلات اللي هي بتاعتنا يا لهوي بص الطحينه بالسلطه قاعده وانا ايه قاعده لغوص انا ملك اللغوصه انا اقعد اقعد على الترابيزه يلا شفتوا بقى توس... الجاكيت اتوسخ كمان الجاكيت اتوسخ والنار نار الفلفل نار 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 بس حلو 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 يعني سندوتش جامد وبصراحة يعني من المحلات اللي في ميامي اللي, تاكل اولا تشبع تاني حاجة وسعره مش عالي يعني للدرجة يعني السندوتش ده يعمل له 12 دولار فطبعا بتاكله خلاص مش عايز حاجة كان كنت جايب فلافل عشان بقالي مدة ما اكلتش فلافل كنت جايب اللي هما الطبق اللي انت شفته في المقدمة اكلت انا وصاحبي و... ومكلتش يعني معايا ما شاركتوش غير في السلطه بس حتى هو قال لي كل رز انت بتحب الرز قلت له لا 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 ده السندوتش الشاورما طبعا كبسني ولغوصني وخلاني ايه خلاني في الفضايح خالص فالواحد ما يعني من, من المحلات بقول لكم بقى المحلات اللي هي المشهوره قوي للشاورمات بالاخص يعني هو هو متخصص في الشاورما والكباب الكباب بيعمله جميل جدا زي عندنا آه عجبه قوي صاحبي عجبه قوي بيقول الرز بتاعهم جميل الرز بتاعهم مستوي ومفلفل كده ومش معجن وجميل فعلا انا دقت معلقه كده منه لقيتها كويس وقرن الفلفل ده نار نار <applause> زي ما انتوا شايفين انا بقول نار 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 يعني بس مقلي بقى وجميل والواحد طبعا بيشتاق مع ان انا عندي عندي قرحه في المعده فماليش ان انا اكل حراق يعني بس الواحد هيعمل ايه ما فيش مقاومه جنب السندوتش دوت كمان وال وقرن الفلفل وطبعا جنبه الطحينه بقى والحمص والحمص بقى وديها وبابا غنوج ويلا لغوص لغوص يا هاشم وطبعا في اللغواصة الواحد ما بيتوصوش احنا كمصريين انا انا مصري بحب اللغواصة أوي يعني ف بنعمل استراحة بقى خلصت الاكل بقى والكلام ده كله فبقول ايه رأيكم بقى يعني حتة طرية أية. فالمهم فبعد ما خلصنا الاكل صاحبي طبعا بيضحك و ومبسوط وانا مبسوط طبعا ان انا غيرت جو لان بقول له بقول له هنا يعني ايه بقول له هنا في حاجات غريبة بتحصل هنا و... قال لي اه ده هنا مش عايز اقولكوا يعني ايه اللي بيحصل هنا بقى وحاجات بقى حاجات غريبة يعني فاحنا مش فاضيين احنا قاعدين ناكل دلوقتي و مفيش بص انا رحت هابش بقى ايه معلقه الرز اللي اما قال لي بيقول لي الرز جميل قلت له هدوق فرحت ضايق بقى قلت ادوق بقى وادوق اللحمه بتاعته كمان طبعا لقيتها حلوه وجميله قال لي كمل كمل طبعا كمل ايه ده هو اصلا ما, بي ما بيرحمش اكتر مني فقلت له لا مش قادر بقى خلاص قال لي لا لا زود 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 قلت ماشي رحت واخد ايه معلقه رز تانيه قلت ماشي شويه سلطه كمان ويلا عشان تبقى ايه تبقى تكمل والواحد ايه الواحد يقفلها رحت ايه تمام كده تمام رحت واقف رحت ضرب طاق معلقه سلطه تانيه و... وقلت له طبعا ايه الحاجات الغريبه بتعدي من قدامنا فالواحد بيقول ايه ده بقى ايه ده ده الواحد مش عارف ياكل مش مش مركز لان الحاجات الغريبه التانية رجاله مع رجاله انتوا فاهمين مش مش مش, مش, مش ست وراجل والكلام ده ماشيين جنب بعض لا ده رجاله مع رجاله يعني فدي الحاجات الغريبه يعني الواحد مش متعود عليها يعني مش متعود عليها خالص. فقلت له خلينا في الأكل بقى الواحد ما ي... خلينا في الأكل طبعاً احنا خلصنا كده خلصنا الأكل وبنضف قدام الترابيزة انتوا مش شايفين طبعاً بس أنا بنضف الحمد لله وتقارن الفلفل لسه <applause> رحت مكمله طعمه جميل مقلي وقالينه إيه مش حرقينه يعني نص سوى كده جميل بصراحة. قلت له هات بقى ايه معلقه سلطه قلت له خلاص مش قادر قلت له كول انت بقى كول انت انا خلاص مش قادر بقى خلاص انا فول تانك فول تانك بقى عايزين نشرب شاي وعايزين نحلي بقى فقلت له ف بقول لها هنا بقى جات لي هي الـ 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 الويتر فقلت لها قلت لها عندكم شاي قالت لي اه عندنا شاي وعندنا بكلاوة. قلت لها بكلاوة طب ادينا بقى بكلاوة وادينا ايه كوبايتين شاي بقى عشان نعمر الطاسه زي ما انت شايفين بص صاحبي بقى حط السكر عشان عارف ان انا بحب السكر على الشاي كتير بصوا مش بيحط بقى قاعد بقى ايه بفتره بقى قلت له كفايه 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 طبعا البقلاوه بقى عندهم فظيعه زي ما أنتوا شايفينها شكلها اصلا يخلي الواحد بتدوب والعسل فيها متغرقه عسل بتفكرني بالبقلاوة بتاعتنا وبالبقلاوات بتاعت السوريين بالأخص كمان وللبنانيين أنا بحبها جدا طبعا أنا دوست بقى فيها مع كوباية الشاي اتسطلت حسيت إن أنا في سطلان تاني بعد الأكلة الشاورما والفلافل خلاص بقى الواحد قفل طبعا لو عجبكم الفيديو أتمنى أن تشاركوا الفيديو وتعملوا سبسكرايب لأول مرة يشوفني وتعملوا لايك للفيديو واتمنى لكم الخير والسعاده واشوفكم علي خير ان شاء الله في الفيديو الجاي